FM. الكلمة ليك. التحديات الاقتصادية معروفة هي بكامل الصراحة، ما كيفية المعاملة مع التحديات هذية. عندك أول حاجة المالية العمومية اللي فيها إشكالية كبيرة، والمالية العمومية أنا يظهر ليش مش متاع باش نزيدوا في الضرائب فقط، لازم تعاود تنظر للنفقات اللي فيها 100% معناها شيء من اللي نجم نقص فيه من غير اللي يضر بأي برنامج، ولا خاصة البرامج الاجتماعية. وهذا يلزم عندنا الدعم، يلزمنا نخدم عليه كما ينبغي. عندنا مثلا ناخذ السياسات القطاعية الكلها تعاود، يلزمها تتعاود ويلزمها تترشد ويقع التنفيذ، وخاصة التنفيذ السريع. الكلمة ليك.